في زيارته لإسرائيل التي حل بها أمس الثلاثاء، وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا يستبعد اللجوء الفوري إلى الخيار العسكري ضد طهران لمواجهة تحديات برنامجها النووي. بانيتا شدد على ضرورة استنفاد كل الحلول الممكنة الأخرى قبل أي خطوة عسكرية في هذا المجال، وهو ما فسر على أنه تلويح بسلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية والضغوط الدبلوماسية ضد إيران. لا أريد أن أدخل في المزايدات حول ما سنفعله وما لن نفعله. أمنيتي هي مواصلة العمل المشترك، وبما أن قضيتنا واحدة فإن كل منا مهتم بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي. أعتقد أنه يتعين علينا استنفاد جميع الخيارات والجهود الأخرى قبل اللجوء إلى العمل العسكري. أعتقد أن ذلك أمر مهم. عند زيارته موقع نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ الذي تموله جزئيا الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح ليون بانيتا أن وظيفته كوزير للدفاع تجعله مسؤولا عن تقديم مجموعة من الخيارات للرئيس الأمريكي بشأن إيران، بما فيها الخيار العسكري في حال فشل الحلول الدبلوماسية.